مساء الخير، حلقة جديدة ويوم جديد وترند جديد. والنهاردة الترند هو يعني ميكس مصري عراقي يوناني. يوناني ولا انا؟ لا مفيش يوناني صح؟ لا مفيش يوناني. صوفيا. صافي. مش صافي دي مية معدنية؟ صافي مية معدنية. انتي صافية من جوه بقى. انا بحبها جدا اصلا مية صافي. لا هما سموكي صافية عشان انتي صافية كده ووشك حلو ورايق كده والجو ده، ولا سموكي يعني ايه صافي؟ صافي يعني زي ما انت بتقول انه حاجة حلوة صافية كده يعني هادية. هادية. انت بتشكري في نفسك؟ ده اللي بسمعه يعني اكتر حاجة. مغرورة انت شكلك كده. لا والله ابدا. يعني بدأتي حياتك انت كده تحس اللي هو ايه، ملك الجمال مصر والعراق وبعد كده هو بعد كده موديل وبعد كده اخر حاجه بقى مطربه. ابهرتني وبعد كده شويه ديزاين مصممه ازياء. تحس ان انت حاربتي في الدنيا دي. كلميني عن نفسك شويه. انا اول ما ابتديت يعني اول ما دخلت الاعلام والميديا دخلتها خريجه اعلام. انا خريجه اعلام اذاعه تلفزيون. بس اول ما دخلت الميديا هي كانت فينس ارب وورد، فدي كانت اول ظهور ليا في الاعلام. ساعتها انا كنت اولى جامعه يعني. فلما دخلت المسابقه دي ده كان اول حاجه بتعرفني، يعني بتعرفني على الناس، بتعرف الناس عليا، بتعرف الناس عليا. وساعتها شفتك اصلا في المسابقه في وقتها. انا لقيت صوره من زمان كده قلت مين دي، قعدت بقى افتكر لغايه ما شفتك على فين. قلت لك هو انت هي؟ سبحان الله. وبعدين زي ما انت قلت دخلت في الموديلنج شويه، درست ازياء شويه ودرست موسيقى. وانا اصلا بحب ان انا اغني، بحب الغنى قوي من وانا صغيره، فعشان كده اتجهت للغنى دلوقتي. حاسه ان انت عاوزه تمثلي؟ هو انا بصراحه مش بحب التمثيل قوي، انا عايزه اركز دلوقتي في الغنى اكتر. بس امنت بيك يا رب. اول مره في حياتي اسمع واحده بتقول ما بحبش التمثيل. يعني الله. انا في اوقات كتيره كان بيطلبوا مني ان انا اروح اعمل كاستنج وكده، بس انا كنت يعني حاسه ان انا مش هعرف ادخل في التمثيل. انا حاسك مش ممثله قوي. فحاسه طبيعيه اكتر كده. بالظبط كده. صوفي بقى، ويعني حتى الدعايه والاعلانات بتاعتك ماليه الشوارع ما شاء الله، يعني صوفي صوفي صوفي. ميرسي. فحاجه حلوه جدا يعني. ثانك يو. طب قولي لي بقى، يعني لما وصلت لل انت ميكس مصر عليه؟ انا بابا عراقي بس ماما مصريه. والله حلو. بس هي كانت عايشه في العراق من زمان يعني، بس اهلها من مصر الجديده. كنت عايشه فين في العراق بقى، ولا انت طول عمرك في مصر؟ لا انا اول ما اتولدت في بغداد، كنت عايشه في بغداد. في بغداد. وبعدين سافرنا بعد الحرب 2003 جينا مصر. يعني من وانا طفله هنا في مصر تربيت. نورتي مصر. ميرسي. منوره باهلها وبيا. طيب. برضه قولي لي بقى، يعني انا حاسس ان انت عندك مشكله عاطفيه. هو في ناس ما بتحبكش؟ لا خالص مش عارفه. دايما الواحد لما يقعد يحط ستوري مثلا سبتيني ليه؟ ما بتسالش عليا ليه؟ فيبقى مجروح. ما كده مين اللي جرحك؟ لا خالص ما حدش جرحني. حاسك بتكذبي قدام الكاميرا. لا بجد، بس هي الاغنيه، فكره الاغنيه اللي ما بيسالش، هي يعني حتى الكلمات بتاعتها هو ما بيسالش كمان عليكي. ده جبار. ما بيسالش. تخيل ازاي كده؟ مش مصدقه. ما ينفعش. يعني بتحبيه وكمان ما بيسالش عليكي؟ ولا بيهمه. كملي يا بنتي كملي. ما بيسالش عليكي خالص؟ لا مش بيسال. طب انت عملتي اغنيه بقى، فتقريبا الاغنيه دي كانت موجهه للراجل اللي يعني انا اوجه له رساله واقول له عيب عيب عيب، ما تخليش منظرنا وحش بقى، دي ما يتسالش عليها، ما هتسال عليا انا؟ اتفضلي يا فندم. فالاغنيه دي كانت موجهه يعني للولاد اللي ما بيسالوش وكده، بس يعني اكيد يعني انا حبيتها اصلا، هي من شخصيتي قريبه من شخصيتي، لايت وسريعه كده. ومعظم البنات دلوقتي برضو بيحبوا الافكار دي والاغاني دي. و بس فان هو ما ينفعش ما يسالش، لازم يسال. يعني بشوف البنات. وبعدين شايفك لابسه دريس ابيض في اسود، وبعد كده عملنا نقله على الدريس بتاع احمد فايز. احمد فايز ده صح؟ سوري احمد فايز. فتحسي يا عيني ان انت فعلا بتحاولي تقولي له اسال يا برنس. اسال. بعمل لك. وبرده ما سالش. لا لسه ما سالش. بس طيب ده فكرتي بقى في الاغنيه ازاي، وايه يعني بعد ما مشوار الطويل بتاع
الاعلام والمس العرب ومس العراق، وعدت مس كل في حاجه يعني. وصلنا للمحطه الاخيره اللي هي يعني اشمعنى مين اللي قال لك ان صوتك حلو؟ بص انا قلقان ما يكونش انا حلو. انا يعني انا بغني وانا صغيره، حتى كنت بغني في حفلات المدرسه هنا. اوكي. اكتشفوا صوتي في الوقت ده، بس بعديه كانت هي موهبه بالنسبه لي، ان انا يعني كانت موهبه ان انا بحب اغني دايما، على يعني على طول بحب اغني اغاني قديمه وكده. طب ما تسمعني حته قديمه كده بس اكمل لك ولا اديني حته قديمه عشان ناكد للناس ان احنا ما بنقولش اي كلام. ماشي. مثلا في عائله تقول لي انا صوتي حلو وانا صغيره، في بقى حد من وانت صغيره سمعك وقال ان هو ما كانش حلو قوي، فناكد الكلام. ممكن اغني عبد الحليم، اسمر يا سمر. اغني عبد الحليم. اسمر يا سمراني مين نسك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. اسمر يا سمراني مين نسك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. بتزيد عذابي لي ويهون شبابي لي، وتطول غيابك لي قولي لي ناسي لي ليه يا اسمر. والله جميل. ميرسي. صدقني ان هو حلو بجد. ثانك يو. عجبتك الاغنيه؟ لا عجبني الصوت والاداء والاحساس. لا ده انت كده انت شكلك هتبقي جامده في موضوع الغنى ده. ميرسي. بس فبعد كده لما لقيت يعني شفت شركه محترمه زي الشركه بتاعه غليديا، كانت شركه يعني محترمه وتعامل معاهم حلو ومحترم، فحبيت ان احنا نكمل مع بعض يعني. و لا يعني عايز اعرف هم تعاقدوا معاكي ازاي يعني؟ يعني وتواصلت مع بعض ازاي يعني؟ هل عن طريق السوشيال ميديا؟ عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق ناس صحابي يعني، وعن طريق السوشيال ميديا فتواصلنا مع بعض واتفقنا مع بعض عن طريق السوشيال ميديا. بس انا لقيتهم شركه محترمه، شركه محترمه جدا في التعامل، فعشان كده كملنا مع بعض يعني. عملنا واحنا بقالنا فتره يعني بنحضر الاغنيه دي، بقالنا تقريبا سنه 5 شهور يعني، بقالنا فتره شوية قبل ما عملنا الأغنية وعملنا الكليب. أنا شايفهم كمان صارفين كويس على الموضوع يعني. مش لا هي شركة شركة مش جميلة ومحترمة. طب حلو. مين بقى تعاونتي مع مين في الأغنية؟ تعاملت مع الكلمات الأغنية كانت بتاعت أحمد همس. أحمد همس، والألحان رامي منسي، والتوزيع جمال فتحي، والمخرج ساهر. شاطرين. انا حاسس ان هم اسمائهم مش مصريين شويه. لا هم كلهم مصريين بس هم لسه جداد شويه. بس شاطرين يعني، الكلمات حلوه. الكليب اصلا بصراحه عاجبني، مش مبتذل يعني، ما فيهوش عري. لا بالعكس، انت في انضباط يعني، عشان كل الناس تتفرج عليه، ما حدش يقدر يعمل كومنت عليه. وده في الاغاني بقى صعب، لان احنا في الاغاني دايما بقت المؤثرات البصريه، البنت ما تبقاش يعني لابسه حاجه تليق شويه. أيوة. لكن شايفك كل لبسك لائق، ومش فارقه معاكي موضوع ان انت تطلعي بلبسك او بشكلك او بجسمك او باي حاجه، تطلعي بصوتك بس. ده حاجه حلوه. ميرسي. حقيقي عندك حق، احنا يعني كنا عايزين الكليب يبقى يعني كل الناس تشوفه، الصغير والكبير، ويدخل كل البيوت يعني. ف حاجه كويسه. مشوار صعب مشوار الغنى. طبعا، وانا لسه في اوله يعني، دي اول اغنيه ليا في الغناء يعني، اول كليب انا عملته، فاكيد انا شايفه انه لسه انا في البدايه قوي. الارقام قد ايه دلوقتي يعني؟ قرب 500,000 تقريبا. اوبا. ده حلو. هو بقى له 4 ايام تقريبا. الناس عارفاكي في الشارع ولا لسه؟ هم بيعرفوني من زمان، وقت مش عرب. عارفيني وقت مش عرب. لا يعني بلاش الناس في الرحاب، خلينا الناس في مصر كلها. لا في مصر كلها لسه ما
لسه ما حد يعني ما بقى يعني اكيد بعد جدا انا من ساعه مس عربي يعني كنت لما بروح المولات كانوا في ناس كتيره بتعرفني صوره معاكي بقى بيتصور يعني يا جماعه فنانه وبالذات لما نزلت كفر مصر الدنيا برضو كانت في كل مكان برضو كفرات موجوده. جمالك مديكي احساس بالثقه ولا بالغرور؟ لا مديني احساس بالثقه مش بالغرور. مش مغروره يعني؟ لا خالص اكيد. طب قولي لي بقى يعني عشان الغرور مش بينفع الفنان يعني هو مكبره الفنان اصلا الغرور مش بيخلي الواحد يطلع بالعكس انا بحب ان انا ابقى بسيطه وكويسه مع كل الناس ومع everything يعني. التمثيل باب مقفول تماما يعني دلوقتي حتى لو جت لا يعني دلوقتي ولا حتى في اللي جاي انا ما اعرفش في المستقبل ممكن يحصل ايه بس دلوقتي لا انا عايزه اركز على الغنى اكتر. طيب الغنى دي اول اغنيه ايه البلان بقى للفتره الجايه؟ اكيد يعني ان شاء الله هنعمل البوم بس لسه بس يعني هم حتى كل الناس بتقول لي السنجل احسن من الالبوم دي بقت ظاهره بالظبط فاكيد بنحضر اغنيه جديده ان شاء الله الايام الجايه فهتبقى برضو لايت وخفيفه كده دراما ولا لا هتبقى برضو عن الحب كده ادينا حته دراما كده مش عارفه لو حته دراما برضو احنا بنحب ما عملتش اغنيه الشباب بيحبوا مش اكيد بقى هو المره دي ما سالش عليك المره الجايه هيبقى ايه هيبقى ممكن يسال ما اعرفش يعني وان كان موضوع ما سالش عليك ده غريب بصراحه يعني انا هو انت في حياتك حد ما سالش عليك تكذب يعني قولي بقى اعترفي فكره عشان الناس تعرف مدى مصداقيه الاغنيه ما هو يعني هو مثلا ما سالش عليك خالص او ممكن مثلا ما يسالش يوم يومين فاغني له الاغنيه فتعملي له اغنيه ايوه بعد يومين بعد يوم ممكن ما يردش مثلا على التليفون كام ساعه كده هو ده يبقى التليفون مقفول بتاعه هو ده اللي حفزك انك تعملي الاغنيه طبعا لما اتعرض عليكي ما انت عندك الراجل ما بيسالش طبعا هو ده اللي حفزني مثلا الموبايل يطلع بتاعه مقفول ما بيردش عليا مثلا ممكن يكون عنده شغل صعبت عليا فالموضوع يبقى صعب طبعا والله احلى حاجه لما الواحده كل ما تحس بحاجه تقوم عاملها تعمل اغنيه بعد الاحساس يعني كده احنا بنقول للناس خلي بالكم صافي رومانسيه شويه فاي حاجه هتعملها هتبقى طالعه من جوه من قلبها يعني فعشان كده هتوصل لكم كنت حاسه الاغنيه ان شاء الله يسال عليكي ان شاء الله يسال عليكي يعني انا حاسه ان هو بعد الاغنيه ممكن سأل بعد الاغنيه بيس يعني مش عارفه لسه بس هي الاغنيه المشكله ان هو ما بيسالش علينا ولا بيهمه بس هي برضه تحدي للولاد يعني تحدي انه هلا صبر بكره لما اشوفه هحرق دمه بتاع كده بتتحداه وبعدين ان الكوبليه الثاني بتقول اللي فاكر نفسه محور الكون كله هو بس عايشها عشان ما حدش منعه انا واقفه له بالند عشان سكتي مش سهله وسهله مش عارف ايه حسك كده جو رضوى الشربيني فيكي على جو ياسمين عز حسك كده يعني احنا نخلص من دول تطلعي ان انت باغنيه تقولوا انا هعمل واسوي فيك لا الرجاله كده حرام عليك حرام عليك ما هو ما بيردش ليه ما هو مش فاضي ما عنده 2 3 كمان الله ما هو اقول لك على دلوقتي الستات اكتر من الرجاله فالراجل بيوزع مجهوده بيوزع حبه ما هو حرام يعني هو يحبك لوحدك لا ما ينفعش ازاي في 3 4 كمان يستحقوا الحب ايوه ما ينفعش لا لازم طبعا لازم يحبين واحد ده حقي ما ينفعش احب 2 3 4 لازم واحده ده حق البنت يعني حقي ان انا ما لازم هو دلوقتي احنا بمناسبه حقوق البنت برضو يعني حقوق الراجل فين التنوع والتعدد وحاجه مهمه برضه عشان الراجل ما لا 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 عشان الراجل بيتخنق برضه اصل البنت تبقى حساسه وانا اصلا برضه بطبعي حساسه يعني كده فمش هينفع ده هو يحب كذا واحد ما حتى وانت حساسه ما سالش عليكي برضه وبرضه بعد ما عملتي الاغنيه مش هيسال عليكي بجد؟ يعني بصي يعني ان شاء الله يسال عليكي وان شاء الله الامور تبقى حلوه احنا بنحب لك الخير ميرسي بس هو المشكله ان هو اكيد هو بيخونك ليه؟ ما هو ما بيسالش عليكي صح طب ادي له حته من الكوبليه بقى من الاغنيه طالما هو ما بيسالش عليكي بقى يعني ايه حته كده نسخن الدنيا كده ونحس نتخانق بقى نتخانق ماشي اللي فاكر نفسه محور الكون كله هو بس عايشها عشان ما حدش منعه انا واقفه له بالند
عشان سكتي مش سهله وسد هوريكوا هعمل ايه هتشوف انا هعمل ايه يلا 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 واللي ما يشتري يتفرج على اللي انا هعمله فيه يلا 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 وهو جابوا النفس وهو اللي بيحط نفسه معايا بيضيع والله انا بوجه له نداء من هنا ايوه يا عم عادي بقى انجز انجز عشان الست يعني حلوه بقى قبل ما اعمل اغنيه ثانيه وبعدين واضح ان انت يا برنس اول اغنيه ما سالتش عليك هي اديتها لك كده بالراحه يعني دبل تيك اه المره الجايه هتلاقي الاغنيه شغاله في البلكونه عندكم فطبعا سيبها سودا فانا رايي انك تلم الدور لا خلاص هو مش هيسال عليكي طب تمام خلاص اذا ما دام معاك يبقى كده يسال لا ما لازم يسال ما هو المره الجايه هتحطي له شاشه في البلكونه وانا العماره كلها والمنطقه بقى كلها كلهم ونروح عنده نروح جنبه بقى وبعدين يا البنت زي القمر هي كويسه والله والله كويسه زي القمر يعني ليه كده ده اعلان ليه كده ليه كده لا ان شاء الله هيسال عليكي ما تقلقيش خالص ان شاء الله هتغني بقى لايف ولا ده مش من ضمن خططك يعني ايه هغني لايف؟ لا يعني اه ما انا عارفه ان هو هغني لايف دلوقتي هغني لايف لا هتغني يعني ما جالكيش مثلا اه عروض حفلات يعني اكيد ان شاء الله مع الشركه يعني اكيد هنعمل الموضوع ده انت طموحك يعني توصلي لغايه فين في القصه؟ والله انا لسه في البدايه مش فاهمه يعني مش فاهمه قوي بس ان انا طموحي ان انا اكيد ابقى نجمه بس انت صوتك حلو خلي بالك ميرسي بس يعني ان انا حابه ان انا يعني طموحي ان انا ابقى نجمه كبيره يعني لسه انا في الاول بس يعني اتمنى ان انا انجح في مجال الغناء يا ريت انت متخيله ان النهارده تميتي 52 سنه لا النهارده 29 مواليد 92 29 سنه يعني 29 سنه عدوا وانت ما كنتش حاطه رجلك على اول بوابه الطريق النهارده في, في, في يعني 3 ايام ودخلنا في 29 وانت نص مليون حد شافك والناس بقت بتعرفك وتعرف تصور معاكي فاكيد الموضوع مختلف بقى ال 29 تقريبا مختلفه معاكي اكيد 29 مختلفه معايا دلوقتي لما نزلت الاغنيه انا بصراحه يعني هو نص مليون بس انا كنت ما كنتش متخيله ان هو انها ممكن يعني هتنجح يعني فهو احساس حلو ليا دلوقتي احساس جميل احساس النجاح فانا مبسوطه بيه وهو عدى عليا قبل كده لما كسبت في مس عرب برضو لما كسبت مس ايرك مس عرب بس دلوقتي برضو الاحساس مختلف علشان دلوقتي انا حاجه حباها وان انا بغني فدي حاجه بالنسبه لي حلوه قوي يعني وحابه الاغنيه وحابه الشركه اللي انا بتعامل معاها وحابه الكليب وحابه كل حاجه فاكيد مبسوطه وهو والصدفه ان هو جه مع وقت عيد ميلادي فاكيد دي حاجه بسطتني قوي لا انا اعتقد ان النجاح بتاع مس عرب او مس العراق مختلف تماما يعني كنا 15 20 واحد اللي شايفين القصه ده حقيقي عندك حق لا لكن انا بتكلم فكره نص مليون يعني هوبا نص مليون نص مليون ده احنا لسه بقى في 3 ايام ممكن في الايام الجايه يبقى مليون و2 مليون و3 مليون فانت متخيله ان 3 مليون انت دخلتي بيسمعوكي بيعرفوكي بيشوفوكي فحط عليكي اكيد ضغوط يعني الفتره اللي جايه هتبقى الضغوط اكبر والممثل او المطرب او النجم بيبقى بدايه كده من اول ما يتعرف بيبقى عليه حاجات كتير ما بيعرفش يعملها يعني الحق اعملي اي حاجه انت نفسك فيها يعني بعد كده ماشي في الشارع ده هيبقى صعب عندك حق هتلاقي بقى الناس صافي 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 بس هبقى مبسوطه قوي اصلا انا بحب الناس بحب المعجبين ودي حاجه تبقى بتبسطني يعني بالعكس انا بجد الناس كلهم يعني هبقى مبسوطه ان انا اتصور معاهم دي حاجه تبقى وسطاني بالعكس ان انا ابقى معاهم قصة مش هبقى متضايقه من الموضوع ده خالص قصة المعجبين دي بقى يعني مثلا لما بعتوا لي الكلام وقعدوا على السوشيال ميديا بتتضايقي ولا بتتبسطي مثلا حد فيهم يعني مش بيضايقوني كتير بصراحه عشان انا ما ببصش قوي على كل ما ببصش اصلا مغرور انت شويه لا خالص ولا مش فاضيه لا مش فاضيه مع ان السوشيال ميديا بقت جزء من نجاح الفنان ده حقيقي الفنان اللي بياخدش باله من السوشيال ميديا يعني عندك النموذج الاكبر للسوشيال ميديا في الوطن العربي كله محمد رمضان محمد رمضان حد ضايقه تعالي له بقى بيعمل ايه
بيطلع على السوشيال بيرد يرد ده بيطلع يرد وبعد كده يعمل اغنيه يرد بيها وبعد كده يفضل طول اليومين ثلاثه هو لازم يركب الترند. محمد رمضان لو نام كده وما لقاش نفسه ترند يقوم يعمل ترند يتخانق مع مش عارف مين يخبط في مين. فتخيلي واحد زي محمد رمضان انا بشوفه ذكي جدا على فكره يعني اذكى ممثل في مصر اذكى ممثل بس مش اشطر ممثل يعني انا تجربه احمد عز محمد رمضان الاثنين عكس بعض خالص. احمد عز ما بيتكلمش ملوش علاقه باحد بيشتغل بس ونجح نجاح كبير جدا ومستمر في النجاح. محمد رمضان ركب الترند على طول مش عارف ايه اسكندريه قالوا له مش عاوزينك في الحفله قام رايح لهم اسكندريه وموتوسيكلات وراه ومش عارف والناس هو بيحب يعمل حاله الجدل دي الموتوسيكلات ورايا والناس تقول له انت رافع لهم بس هو لا الناس بتحبني. فالسوشيال ميديا بقت مهمه وانا شايف كده يعني ايه مقلق حاسس كده يعني اللي هو يعني ايه السوشيال ميديا دي مش في دماغي خالص يعني ما فيش ما عندكيش وقت بفكر في الجديد دايما بفكر في الفن بفكر انا درست اصلا موسيقى كل الوقت ده وكنت بدرس برضه موسيقى فيعني طول الوقت مشغوله بس ان شاء الله يعني اكيد لا لازم ابقى متواجده على السوشيال ميديا. طب افتحي كده الانستجرام عندك ورينا كده اخر رساله اخر رساله لا الانستجرام اصلا بتاعي الفيسبوك يعني افتحي كده يعني الواتس يعني بص انت كده كده هتفتحي الموبايل وهتطلعي لنا كده دلوقتي كله هابي بيرثدي هابي بيرثدي هابي بيرثدي نشوف 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 احنا هنوري الناس عشان بس الناس ما تقولش علينا ان احنا ايه بنقول اي كلام. افتحي لنا كده الرسائل قولي لنا كده احلى رساله اخذت رساله معجب اقري انت مش هنقول لك وري الكاميرا يعني اختاري انت. ثانية بحس برضو الناس تعرف مين بيحبك ومين بيحبك ومين بيحبك ومين كده يعني. هو انا كل ما بقول لي دلوقتي هابي بيرثدي ف طب نقول اسمهم برضو عادي. طب ثانيه عشان نختار كده شويه ونقول اسمائهم عشان الناس تتبسط تعرف ان اسمها يعني الناس نحاول نبين للناس ان انت في اهتمام يعني الاهتمام ما بتقلبش اصلا. في احمد دسوقي كاتب هابي بيرثدي بس لا في ناس كتيره لا انا قصدي بس ما لا لا كله هابي بيرثدي بس. اخر رساله غراميه طيب لا رساله غراميه ايه في احمد كوهري برضو هابي بيرثدي تو يو. في عندي صحفيين اعلاميين كلهم كاتبين لي هابي بيرثدي. مفيش حد من العراق من العراق مفيش ناس كتيره بس يعني مفيش ولا واحده ملكه جمال صاحبتك قالت لي كل سنه طيبه ملكه جمال صديقتي في يعني في عندي من وقت ولا واحده قالت لك لا في قالوا لي من العراق بس قرايبي قالوا لي كل سنه. طب نخش على الواتساب بقى كده احلى رساله بقى. لا احنا النهارده هندخلك على السوشيال ميديا. انا هندخلك على السوشيال ميديا. لا هو كله على الواتساب على الفيسبوك على everything دلوقتي النهارده. ايه اغرب رساله جات لك على الموبايل ومن غير ما تكذبي؟ لا هي معاكسات هي دي حاجه اغرب معاكسه بقى يعني عجبتك كده وحسيتي ان انت الله. لا انا ما بحبش المعاكسات بتضايق. مش لازم تبقى معاكسه سخيفه ممكن تبقى معاكسه لطيفه يعني مثلا اقول لك ايه القمر ده ما بقولش حاجه لا ده عادي ده على طول انا مبسوطه يعني ايه بقى ايه المعاكسه او الرساله اللي جات لك فضلتي تفتكريها يومين ثلاثه قلت ايه ده انا حلو قوي للدرجه دي وايه الناس اللي انت بتشوفي رسائلهم ديليت على طول او بلوك 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 بلوك. لا بص هو انا ببقى مبسوطه يعني حد يبعت لي مسجات في مسجات كتيره بتجيلي ان انا يعني ان انا جميله ومش عارفه ايه عايزين مثلا يتكلموا معايا او عايزين ارد عليهم او كده فبالنسبه لي مبسوطه عشان عارفه ان هم يعني معجبين فبس ما بفكرش باليومين بالمسجات. عندي كام بلوك على عندي بلوكات كتيره عندي يمكن كتير قوي 300 كده بلوكات بعمل بلوك انا يعني لما في حاجه بتضايقني بعمل بلوك على طول. عصبيه انت قوي
عصبية مع الجمهور قوي. لا مش عصبية مع الجمهور بس. لا احنا فنانين بقى ولازم نبتدي نغير الطريقة دي مع الناس. لا ما ينفعش يا جماعة، هي هتحبكم بس هي بس يعني ما حدش يعكسها. لا والله ابدا، انا بقول محدش على لا مش كده، انا قصدي على اللي هيعكسها هياخد بلوك على الفيك اكاونت. هو بس بعمل بلوك يا جماعة على الفيك اكاونت بس. ذاتس اول. بقول لكم 300 بلوك في يوم. لا مش في يوم، ده كتير. لا بالعكس والله. يا عصبية انا بقولت اهو. لا خالص بالعكس. يعني اعتقد كده هترجع للسوشيال ميديا بعد ما بقيتي بقى يعني خلاص. لازم ترجعي، مفيش مفر. لازم السوشيال ميديا طبعا. اكيد مفيش مفر ان انت تعملي. انا والله متابعه على الفيسبوك على طول، الصفحه بتاعتي اللي هي صافي ام اي دي على طول انا عليها، موجود عليها انا. يا جماعه هتعمل انستجرام ان شاء الله هتشغل، لان هي واضح ان هي علاقتها بالسوشيال ميديا. مفيش على انستجرام ولا تيك توك. ايه رايك انت في تيك توك؟ انا مش عارفه، مش بحبه قوي، بس دلوقتي مع الاغنيه وكده فحسيت ان هو يعني حببني شويه بالتيك توك. حسيت ان لا ممكن نعمل اغاني وكده عليه. تيك توك في ناس عاملين على اغنيتك على تيك توك؟ في ناس كتير عامله تيك توك. طب ما نشوف يعني. طب ده حاجه كويسه ان هو خلي بالك الاغنيه برضو عامله صدى. وريني كده. في ناس كتير على تيك توك هنا. اوكي. طب يا جماعه ده هي وصلت للناس على السوشيال ميديا ومع ذلك ما بتعبرش، يعني ما بتكلمهمش. لا ولا بالعكس، بالعكس انا اي حد بيعمل تيك توك يعني بلاقيه باخده واحطه عندي على الفيسبوك على طول. يعني باخد الفيديو بتاعه وبحطه بوست عندي على الفيسبوك. هرجع بقى لعيد ميلادك، وبما اننا النهارده بنحتفل بعيد ميلاد 5 اكتوبر ملكه جمال العرب والعراق والعرب. وحقيقة انت ملك الجمال يعني. انا ما اقدرش انكر ده. العيد ميلاد 29، امنياتك، احلامك، نفسك في ايه؟ نفسك تتجوزي، نفسك يبقى عندك بيت واطفال والحاجات اللطيفه دي، ولا شغلك؟ يعني كل واحد بقى ليه حلم كده. لا انا حلمي دلوقتي ان انا اشتغل، حلمي ان انا ابقى مطربه ناجحه، وانه يبقى عندي ناس ومعجبين، واكتر من ان انا دلوقتي انا بفكر في الجواز والحاجات دي. اكيد هي حاجه مهمه طبعا الجواز والارتباط، بس دلوقتي اكيد حتى لو ابو هشيمة تقدم لك. ياسمين صبري ما تزعليش، بهزر معاها يعني. لا اكيد انا دلوقتي حابه ان انا ابقى مطربه. ايوه لو ابو هشيمة تقدم لك اكيد هتتجوزي يعني عادي. لا اكيد، فخلينا في الموضوع بتاعنا. خايفه من ياسمين صبري بس. لا بفكر في النجاح اكتر، وفي الغنى ان شاء الله الفتره الجايه يعني برضو اعمل حاجات حلوه ان شاء الله. فكره بقى الترندات والبتاع مش شغلكي؟ انا حاسه انا مش شغلكي يعني. بص هو الواحد مهما يعمل مش هيعمل ترند اذا هو مش ناجح. ف يعني انا سايباها كده، انه الانسان الناجح بينجح يعني بيعمل ترند على طول، بس مش محتاج ان هو يعمل حاجات عشان يبقى ترند يعني. بس مثلا لو هو مطرب فكره الاغنيه تبقى فكره حلوه، يبقى حاسسها، يبقى حابب الحاجه اللي هو بيعملها، فهو كده ممكن يعمل ترند على طول. بس نفسك تغني في مسرح الاوبرا المصريه؟ طبعا. انا شايف ان بقول لمحمد منير لازم تضمها يعني. انا بوجه رسالتي للاستاذ محمد منير، لا صوته حلو يعني. يا جماعه ضموها يا جماعه يعني. لا ما ينفعش. ثانك يو. ممكن نشوفك بقى في مهرجان يعني، مهرجان الموسيقى والغناء هيبدا يوم 20. اعتقد كل نجوم الوطن العربي هيغنوا في مصر هنا، فكنت اتمنى والله ان انا اشوفك بتغني، لان صوتك موهبه يعني. خليني اقول لك ان بعد يعني انا زعلان وانا بختم الحلقه دي. انبسطت والله. وانا انبسطت. الجمال عدى الكلام. ميرسي. يعني دايما الجمال العراقي كده يعني في حاجه كده سبحان الله سبحان الله. انا شخصيا نفسي اتجوز من العراق والله يعني. انا اروح العراق واتجوز هناك، تحس ان هم كده يعني ايه امارات في نفسهم كده. قاعده كده عرفتي. ميرسي كلك. يعني الحمد لله حلقه مصريه بنكهه عراقيه جميله جدا. ونسمع صوت بقى اصيل، ونسمع حته من الاغنيه. والله انا لو منه كنت سالت عليكي. والله كنت سالت عليكي. هو ما بيسالش بس انا ممكن اسال.
ناخد حته من الاغنيه. اوكي. اللي ما بيسالش علينا ولا بيهمه صبره بكره لما اشوفه هحرق دمه. حطيته في دماغي وبجد اجرك الله لو حبيت حد انا ممكن اعمل ايه، انا ممكن اعمل ايه. يلا 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 واللي ما يشتري يتفرج اللي انا هعمله فيه. يلا 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 وهو جابه لنفسه هو اللي بيحط نفسه معايا بيضيع. يلا 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 واللي ما يشتري يتفرج اللي انا هعمله فيه. يلا 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 وهو جابه لنفسه هو اللي بيحط نفسه معايا بيضيع. يا عم بقى سيبها بقى بسأل عليها بقى. يلا حلقة جديدة ان شاء الله نشوفكم الاربع الجاي، وحلقة جديدة وترند جديد ومع قمر جديد، وان كان ممكن ما يتكررش موضوع القمر ده. باي باي.